أهلا بكم أعزائي المشاهدين. تحتل قصتنا اليوم مكانة مميزة في الأدب، سواء على المستوى الفني أو الجماهيري، فهي تعتبر ضمن أفضل 100 رواية كتبت باللغة الإنجليزية، كما نجد فيها خيالا خاصا ومميزا جعل كاتبها يستحق عن جدارة لقب عراف الأدب الإنجليزي. 1984 هي رواية تحكي عن الشمولية، والحكم الشمولي هو ذلك الحكم الذي يشمل جميع نواحي الحياة، أي أن المسؤولين فيه يقومون بفرض سيطرتهم الكاملة على الناس في كل شيء، فيعرفون ماذا يفعل الناس في كل لحظة حتى في أوقاتهم الخاصة، ويقررون من عليهم مخالطته وماذا عليهم أن يقولوا وما هو ممنوع أن يقال. وتحاول الحكومات الشمولية التحكم حتى بمعتقدات الناس وأفكارهم. وقد كتب جورج أورويل هذه الرواية في أواخر أربعينيات القرن الماضي، تحديداً عام 1949، أي بعد سقوط ألمانيا النازية وهزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية، وبعد صعود ستالين وحكمه الشمولي للاتحاد السوفيتي. وكان هذان النموذجان قد هزا كيان العالم. وجدير بالذكر أن جورج أورويل نفسه كان اشتراكياً، أي أنه كان يؤمن بنفس أفكار الاتحاد السوفيتي من حيث وجوب الدعوة إلى الاشتراكية وتطبيق العدالة الاجتماعية، ولكنه كان ضد الدكتاتورية وضد كل الحكومات الشمولية، فأراد للقارئ أن يتخيل ما يمكن أن يحدث لدولة حرة مثل إنجلترا لو صارت تحت قبضة الحكم الشمولي. تدور الأحداث في لندن، والتي تقع داخل عالم خيالي في العام 1984، أي في المستقبل القريب بالنسبة للكاتب. وينقسم العالم فيه إلى ثلاثة قوى عظمى، هي أوشينيا، والتي تشمل أمريكا ونصف أوروبا الشرقي وشمالي أفريقيا، وأوراسيا، والتي تشمل الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وأستاسيا، والتي تشمل الصين واليابان والهند وكوريا. وتفرض هذه الحكومات الثلاث حكما شموليا صارما على شعوبهم، فينقسم المجتمع بفعل ذلك إلى ثلاث طبقات: الطبقة العليا أو الحزب الداخلي، وهي الأقلية الحاكمة وتشمل 2% من السكان، الطبقة الوسطى أو الحزب الخارجي وتشغل 13% من السكان، الطبقة الدنيا وهي الأغلبية الأمية الكادحة وتمثل 85% من السكان. وتصبح لندن مكاناً كئيباً، حيث يعاني الناس من الجوع ونقص الحاجات الأساسية، وتتدهور حالة المباني بالمدينة العريقة إلا من المباني الهرمية العملاقة التي تمثل مباني الحكومة. وهناك نوع من الحرب التي تدور طوال الوقت، لكن الناس لا يفهمون من يحاربون أو لماذا. إنهم فقط يشاهدون الصواريخ تسقط عليهم من السماء، حتى صار الأمر معتادا بالنسبة لهم. والغريب أن هذه الحرب المستمرة لم تكن تزعجهم بقدر ما كانت تزعجهم مراقبة الحكومة لهم، فقد كانت الملصقات تنتشر في كل مكان تحمل صورة وجه ذو عينين كبيرتين، وقد كتب أسفل الصورة: الأخ الأكبر يراقبك. والأخ الكبير هو رمز الحزب وتجسيد للنظام، ويعتبره أغلب المواطنين زعيما ملهما. ولكن الرواية تنتهي دون أن يظهر، لا نعرف ما إذا كان يوجد حقا أم هو مجرد رمز وهمي من اختراع رجال الحزب، ولكن صورته موجودة في كل مكان على أي حال. كما تنتشر كذلك الشاشات القادرة على الإرسال والاستقبال في نفس الوقت، أي أن الحكومة تذيع الأخبار وتراقب المواطنين طوال الوقت، والمواطنون يعلمون ذلك، ولكن غير مسموح لهم بإغلاق هذه الشاشات. ونلاحظ هنا أن الرواية قد صدرت قبل ظهور الهواتف الذكية بعقود،
وحتى قبل شاشات التلفاز التي لم تنتشر في أوروبا سوى في خمسينيات القرن الماضي. ومع هذه المراقبة المشددة لم يكن يسمح للمواطنين بعقد أي جلسات خاصة أو تكوين صداقات، فلم يكن للمرء أصدقاء في تلك الأيام، بل هم رفاق فحسب، وقد اعتادوا على منادات بعضهم البعض بكلمة أخ أو رفيق، وكان لا يسمح لهم كذلك بالحب، فقد كان عليهم أن يوفروا كل مشاعرهم من أجل الحزب. ولم يكن هناك ما ينص صراحة على ذلك، فقد أنشأت الحكومة وزارة الحب، ولكن هذه الوزارة كانت مسؤولة في الحقيقة عن فرض النظام وحفظ القانون، وكانت لا تعطي تأشيرات الزواج إلا من أجل إنجاب الأطفال أو خدمة الحزب. وهكذا كانت قائمة الممنوعات طويلة، وللأسف كانت هناك قائمة أخرى بالفرائض، فمثلاً كان مفروضاً على الجميع متابعة الأخبار التي تنشرها الحكومة، ومفروضاً عليهم حضور اجتماعات الحزب والمسيرات الحماسية التي ينظمها. وكان من ضمنها دقيقتي الكراهية، حيث كان الجميع يصطفون أمام الشاشة الضخمة التي تعرض أمامهم الفظائع التي يرتكبها الأعداء، فلا تمر الدقيقة الأولى حتى يصاب الناس بالسعار، فيقفزون ويصرخون محاولين جعل أصواتهم تغطي على الهدير القادم من الشاشة، فقد كانت تجتاحهم حالة غريبة يختلط فيها الذعر بالرغبة في الانتقام أو الرغبة في القتل والتعذيب. وقد كان برنامج الكراهية يتغير من يوم إلى آخر، ولكنه لم يخلو يوما من شخصية جولدشتاين، وهو عدو الشعب الأول والمتآمر الذي كانت أفكاره مصدراً لكل الانحرافات التي تلوث نقاء الحزب. وهكذا كان الحزب يثير مشاعر الناس بشكل مستمر ويملأ عقولهم بأفكاره، حتى أنهم لم يجدوا الفرصة لكي يفكروا بأنفسهم، فإذا ما فكروا وجدوا عقولهم تزدحم بالعمل الشاق الذي عليهم إنجازه، أو بالاهتمام بالمنزل أو الأطفال أو الشجارات التافهة بين الجيران، أو بالأفلام وكرة القدم والبيرة. وتدور أحداث القصة حول وينستون سميث، وهو رجل من الطبقة الوسطى في 39 من عمره، عضو بالحزب الخارجي ويعمل محررا في وزارة الحقيقة، وهي الوزارة المسؤولة عن الأخبار والدعاية والتعليم والفن، وكانت مهمته محددة في الوزارة، وهي تغيير التاريخ بما يتناسب مع توجيهات الحزب. فمن أجل إحكام السيطرة على الجمهور كان لابد من إعطائهم معلومات مزيفة طوال الوقت، حتى أننا نجده هو نفسه ينسى التاريخ الحقيقي للأحداث، ولا يتذكر منه سوى ذكريات باهتة عن أمه وعن حرب عالمية طاحنة أدت إلى كل هذا التشوه من حوله. وفي بداية الرواية يبدأ وينستون في كتابة مذكراته، وقد كان الحصول على دفتر وعلى مكان آمن لا تغطيه شاشات المراقبة مغامرة كبيرة، فأخذ يكتب بأيدي مرتعشة في البداية. 4 أبريل 1984، من زمن الأخ الأكبر والتفكير المزدوج، تحياتي. وشعر بأنه يرتكب جريمة كبرى وأنه ميت لا محالة، فالكتابة تعني الفكر، وكانت شرطة الفكر هي الأكثر صرامة، بحيث صار ذكرها مرعبا، ولم يكن هناك قانون يحرم الكتابة، بل لم تكن هناك أي قوانين على الإطلاق، فقد اختفت الدساتير وحل مكانها قانون غامض يحدده الحزب ويغيره وفقا لمصالحه. ولكنه كان متأكدا أن عقوبة الكتابة ستكون إما الإعدام أو السجن المؤبد على أحسن تقدير، وبالرغم من ذلك فقد أحس أنه لا يملك غير الكتابة، ففي هذا العالم الذي يمتلئ بالأفكار المفروضة وتراقبك فيه صورة الأخ الأكبر في كل مكان،
يصير لا شيء يخصك أنت وحدك سوى هذه السنتيمترات المحدودة داخل جمجمتك. وأحس بأنه حي وحر إذ يكتب. ولم يكن لوينستون علاقة بأي شخص آخر، ولكن كان هناك شخصيتان تلفتان انتباهه. الأولى هي جوليا، وهي شابة جميلة تعمل بنفس المبنى الذي يعمل فيه، ويشعر وينستون نحوها بالكراهية، فقد كانت من المتعصبات للحزب، وكانت تشترك في الحركات النسوية المناهضة للزواج، وكان يظن أنها ربما تكون جاسوسة من جواسيس الحزب، فقد كان يشعر أنها تراقبه باستمرار. والشخصية الثانية كانت رجلا يعمل بالحزب الداخلي يدعى أوبراين، وبالرغم من رتبته العالية داخل الحزب إلا أن وينستون كان يشعر وكأن هناك اتصالا ما بينهما. كان يعتقد بأن أوبراين رجل ذكي، وربما لو أنهما استطاع الحديث فإنه سوف يفهمه، وربما يصير صديقه كذلك. وفي يوم من الأيام يفاجأ وينستون بجوليا وهي تدس في يده ورقة صغيرة كتبت عليها أحبك، وتقلب هذه الكلمة عالمه رأسا على عقب. كان من الصعب أن يتحدثا دون أن ترصدهما الكاميرات أو الجواسيس، ولكنهما في النهاية استطاعا أن يلتقيا على أطراف المدينة، وشعر وينستون بعاطفة قوية نحوها، واكتشف بأنه كان يكرهها لأنه كان يخاف منها، أو ربما لأنها كانت جذابة ولم يكن هناك سبيل للوصول إليها، وجعلتهما هذه العلاقة الغرامية يشعران بالسعادة لأول مرة. بالرغم من أن ذلك كان في منتهى الخطورة، إلا أنهما امتلأ بالإثارة بدلا من الخوف. وأخيرا وجد وينستون من يفهمه، بل ويشاركه كراهيته للحزب، وشعر كأن هذا الحب تمرد صامت في وجه الحزب، وبدأ يتمنى إعلان هذا التمرد أو القيام بأي شكل من أشكال الثورة. وجاءته الفرصة حين دعاه أوبراين ذات يوم إلى منزله لمناقشة شأن من شؤون العمل، ولم يكن مسموحا أن يكون هناك أي اجتماعات خاصة في المنزل. ففكر وينستون بأن أوبراين لابد وأن يكون مع المقاومة، وذهب إليه مع جوليا وأظهر رغبتهما في المشاركة مع المقاومة. فأخبرهم أوبراين بأن هناك منظمة سرية بالفعل تعمل ضد الحزب، وهي تدعى الأخوية، ولكن أعضاءها لا يعرفون بعضهم البعض، إذ كان كل واحد منهم لا يعرف غير من جنده، وهو من يعطيه الأوامر وعليه تلقي الأوامر وطاعتها دون معرفة السبب. ثم أعطى وينستون كتابا قد كتبه جولدشتاين نفسه، وقال أنه الرئيس الفعلي للمنظمة. ورجع وينستون مع جوليا إلى مخبئهما وشرعا في قراءة الكتاب على الفور. كان عنوانه حكم الأقلية الشمولي، النظرية والتطبيق. وشعر وينستون وكأن نورا قد انشق داخل صدره، وامتلأت نفسه بالأمل، ولكن ما إن انتهى من قراءة الكتاب حتى حطمت شرطة الفكر الباب وألقت القبض عليه هو وجوليا. فهم وينستون أن أوبراين لم يكن متمردا، ولكنه كان فقط يحاول الإيقاع به. وفي المعتقل يتعرض وينستون لأبشع أنواع التعذيب، فتنكسر عظامه وأسنانه ويصعق بالكهرباء، وتم حرمانه من الطعام ومن النوم، حتى اعترف لهم بكل شيء وأخبرهم عن كل تفاصيل علاقته مع جوليا وكل ما يعرفه عنها. وأخيرا يخبره أوبراين بأن الحزب لا يقوم بتعذيبه لأنهم يريدون تعذيبه، ولكنه يقوم بذلك من أجل تهذيبه. إن عليه أن يؤمن بالحزب من كل قلبه، فإن أخبره بأن 2+2=5 فإن عليه أن يردد ذلك لأنه يؤمن به، وليس لأن الحزب أراده أن يقول ذلك.
وربما كان في ذلك إشارة ساخرة من الكاتب للخطة الخمسية التي وضعها الحزب الشيوعي، وقالوا أنهم سينفذونها خلال 4 أعوام فقط. وأخيراً، فإن وينستون قد تحطم تماماً داخل المعتقل، وكان هناك الغرفة 101 حيث يدرسون كل شخص على حدة، فثمة شيء عند كل شخص لا سبيل لديه لاحتماله. كان هذا الشيء بالنسبة لوينستون هو الجرذان، إنه شيء لا علاقة له بالجبن أو بالشجاعة، ولكنها الغريزة البحتة. وجاء أوبراين بقفص به جرذان ضخمة، وضعها أمام وجه وينستون المقيد داخل الحديد، وقال له بأن هذه الجرذان يمكنهم التهامه حتى العظام في دقائق قليلة. فالجرذان حيوان لاحم مع أنه من القوارض. فراح وينستون يصرخ صراخا محموما ويتوسل إليه أن يفعل ذلك بجوليا وليس به، إنه لا يهتم بما يحدث لها ولا بما يحدث لأي شخص آخر، المهم أن لا يكون هو. وعند هذا الحد تم إطلاق سراحه، فلم تعد شرطة الفكر في حاجة إلى اعتقاله، لا هو ولا جوليا. ويأتي الفصل الأخير، ووينستون جالس بالمقهى محدقا في كأس فارغة أمامه. لقد تقابل مع جوليا بعد إطلاق سراحهما، ولكن ما بينهما كان قد ضاع تماما. لقد قالت له ذات مرة في الماضي: إنهم يستطيعون اعتقالنا، ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلى أعماقنا أو تغيير ما في قلوبنا. ولكنه يفهم الآن كم كانت جوليا مخطئة، فهم قادرون على الوصول إلى أعمق نقطة بداخلك وإحراق شيء ما هناك لا تستطيع استعادته بعد ذلك أبدا. وتختتم الرواية بأن ينظر وينستون نحو الشاشة الكبيرة التي تذيع الأخبار، وقد ظهر وجه الأخ الأكبر يملأ الشاشة، وفكر بأنه كان يمكن أن يحبه من البداية ويوفر على نفسه كل هذه المعاناة. يا لهذا الاغتراب الذي أقصى نفسه بداخله، إنه هو من فعل بنفسه كل هذا، ولكنه الآن بخير وقد انتهى الصراع، وشعر أنه انتصر على نفسه أخيرا، وأنه الآن يحب الأخ الأكبر. وبعد هذه النهاية الحزينة، فإنك عزيزي المشاهد وبلا شك قد ربطت بين هذه القصة وبين رواية عالم جديد شجاع التي قدمناها في الفيديو السابق، وإن ربطك في محله تماما، فقد اطلع جورج أورويل بالتأكيد على رواية عالم جديد شجاع، إذ يسبقه ألدوس هيكسلي زمنيا، غير أن أورويل أحب أن يعطي نموذجا لسيادة الشمولية، وكأنه يكمل الصورة التي رسمها هيكسلي لسيادة الرأسمالية. ولعل أفضل مقارنة بين الروايتين كانت ما كتبه المفكر الأمريكي نيل بوستمان حين قال: ما كان يخشاه أورويل هو منع تداول الكتب، وما كان يخشاه هيكسلي هو عدم وجود رادع لنشر الكتب. ما كان يخشاه أورويل هو حجبنا عن الحقيقة، ولكن ما كان يخشاه هيكسلي هو غرقنا في حقائق تافهة بعيدا عن المشكلة الحقيقية. السيطرة على الشعوب بالنسبة لأورويل تأتي من الألم، أما بالنسبة لهيكسلي فتأتي من المتعة. يرى أورويل بأننا سنصبح سجناء، بينما يرى هيكسلي بأننا سنصبح تافهين. يرى أورويل بأن الخوف سيحطمنا، بينما يرى هيكسلي بأن الشهوة هي التي ستحطمنا.